لقاءنا راح يكون ان شاء الله مع السيد منذر الجراحمه مدير اداره الطوارئ الطبيه في وزاره الصحه، نتكلم عن الدوريات وهما دوريات الاسعاف اللي موجوده خلال فتره الذروه الصباحيه وفتره الظهر في فتره عوده الموظفين والعاملين الى منازلهم، لكن ودنا نتكلم اكثر واكثر. استاذ منذر صبحك الله بالخير ويعطيكم العافيه وعساكم على القوه. الله يسلمك، صبحك الله بالخير وصبحك الله بالرضا. استاذ منذر ودنا نتكلم عن، احنا اعطينا نبذه بسيطه قبل شوي، طلعنا كمقدمه بسيطه، انا عرفنا المشاهد الكريم عن دوريات الاسعاف اللي راح مستمره وطبقتوه خلال الفتره هاي القادمه. لو بدنا نتكلم عن دورياتكم، عملكم، شغلكم، شلون طريقه دوريات الاسعاف اللي موجوده الان ويلاحظونها بعض المواطنين والمقيمين في الشارع؟ فكره الدوريات هذه بتوجيهات حتى من معالي وزير الصحه، بحيث ان احنا نقدر نوصل الى مكان الطلب اسرع وقت ممكن، خصوصا اذا كانت في وقت الذروه زحمه، شوارع مو قاعد تساعد سياره الاسعاف للوصول لمكان الطلب. فلذلك احنا قاعد نطلع الدوريات في الاماكن الزحمه لسهوله الوصول لمكان الطلب، لان هم من قسم العمليات يكون عارف عن طريق الجي بي اس وين مكان سياره الاسعاف، يطلع سياره الاسعاف اللي متجهه بحيث انها تختصر الوقت للوصول لمكان الطلب نفسه. نعم. بالسابق كانت عندكم دوريات ثابته او اسعاف تكون ثابته في على الخطوط السريعه، لكن الان حسب ما احنا مع خطتكم انها تكون مستمره على الخط. صحيح، مستمر على الخط، لان بالسابق احنا كنا نصفط احنا مع اخواننا من وزاره الداخليه، لكن هذه سببت ارباك في عمليه سير السيارات. فلذلك احنا نبي نستفيد ان بسرعه الوصول الى مكان الطلب، فتكون السياره ماشيه مع الناس عاديه، لا فلاشرات ولا اي شيء، لكن اذا جاها طلب تكون ان اقرب للوصول. لو نعرف مثلا الخطوط اللي تكون موجوده عليها دوريات الاسعاف، عندك الدائره الخامس والخط الفحي اللي هو اكثر اماكن فيها ذروه بالنسبه لنا، تكون موجوده خلال فتره الذروه اللي هو الصبح وطلعت الدوامات وخلال الدخول ورجوع المواطنين الى او المقيمين الى من اعمالهم. اي نعم، احنا نقينا هذه الخطوط لان فعلا هذه المناطق اللي حواليها هي اكثر طلبات منزليه تكون عندنا احنا في قسم العمليات. هل لكم الاستعانه مثلا في الطيران العمودي؟ تدري الطيران العمودي ما شاء الله عندكم انتم طاقم كبير جدا من الطيران العمودي حق الطوارئ الطبيه. صحيح، احنا نقدر نستعين فيه، ولكن ما اقدر انزل عن الخط السريع وخصوصا بهذه الربكه وهذه الزحمه، لكن انا اقدر استفيد من المساحات من الباركينج هنا الموجود مثلا، اذا كنت مستعين اقدر استعين. استاذ منذر، يعني دوركم مهم جدا بخصوص ان بعض اعطاء الارشادات، الدورات، الان احنا في فصل المدارس، حتى كذلك حتى موظفين اللي في الحكومه، يعني دوركم مهم جدا، وخاصه انا احنا في وقت المدرسه، يعني المدارس تاخذون مثلا دورات تعطون الطلبه حق الدورات حق المعلمين والمعلمات. صحيح، احنا ماشيين على منهجيه معينه وهو تدريب 10% من سكان الكويت، وهو المشروع الوطني على انقاذ الحياه. فاحنا ماشيين صار لنا اكثر من سنتين الى 3 سنوات، وتواصلنا مع وزاره التربيه تواصل جدا ممتاز، ان بحيث احنا قاعد نقيم دورات للمعلمين والمعلمات وكذلك الطلبه والطالبات، بحيث ان التدريب على عمليه الاسعافات الاوليه، توقف القلب، الغصه، النزيف، الجروح، هذه الدورات المعنية فيها لوزارة التربية. وكذلك عندنا عملية المحاضرات لجميع المراحل السنية، يعني من ناحية الدورات الإسعافات الأولية اللي أكبر من 17 سنة. هل لكم دورات مثلا عندكم في الإدارة نفسها، بدل ما يكون مثلا أقول لك والله واحد أنا مو موظف، أنا موجود بالبيت، أبي أخذ دورة واحد يستفيد منها، دورات الإسعاف مهمة جدا يستفيد منها حتى بالمنزل، هل عندكم دورات مثلا للمواطنين والمقيمين يقدرون مثلا عندكم في إدارة في موقع معين؟ ان شاء الله احنا بالمستقبل ان شاء الله احنا راح نحدد دورات معينه، بحيث انه مع افتتاح المركز التدريب الجديد ان شاء الله باذن الله، بحيث انه تكون عندنا احنا قاعات، لكن احنا في الوقت الحالي لا، احنا قاعد ناخذ على المؤسسات وكذلك الطلبه وطالبات وزاره التربيه. استاذ منذر، بما انت مدير اداره الطوارئ الطبيه، يعني ودنا كذلك نعطي نصيحه لقائدي المركبات، انتم تلاحظون عمل وجهد كبير جدا اكثر من عندنا احنا، يمكن تلاحظون انت يوميا شغال انت 24 ساعه بالعمليات وتجيكم امور كثير، لكن ودنا كنصيحه تقدم للمشاهد الكريم ولقائد المركبات. والله لقائد المركبه انه بيفسح الطريق حق سياره الاسعاف، يعني احنا هذا اللي نطلبه ان شاء الله، ونتمنى السلامه للكل. يعني احنا قبل شوي كانت في اسعاف موجوده في جنوب السر، احنا شفناها قبل شوي يعني واقفه وقاعده بتحاول تطلع مو قادر يطلع. صحيح، يعني هذا بالعكس، لكن ساعات حتى الشوارع ساعات ما تخدم،
يعني ساعات تكون ضيقه ما فما يقدر لا يصعد لا رصيف ولا شيء وتكون هاي شغله، لكن هم يعني كثر ما يقدرون اعتقد انه ودهم انه يفسحوا له الطريق ان شاء الله. لا بد ان بينكم بين اداره عمل المرور يعني ربط اري خلينا نتكلم عنه، او بينكم بين العمليات ربط انه والله لو في حال عندكم مستعجله تقدرون تكلموا مثلا العمليات يفتحوا لكم الاشارات. اكيد اكيد هذا الشيء هذا ما يختلف عليه، احنا ساعات نستعين باخواننا بوزاره الداخليه وكذلك الاطفاء، كل شيء احنا محتاجينه في عندنا نقطه تواصل ما بيننا وبين وزارة الداخلية، ساعات يفتح لنا الإشارة، ساعات يكون قدامي يفتح لنا الطريق، مو مقصرين ويانا إذا طلبناه. احنا نقول الله يعطيكم العافية إدارة الطوارئ الطبية والأستاذ منذر الجراح مدير إدارة الطوارئ الطبية وكل العاملين في وزارة الصحة ووزير الصحة ووكيل وزارة وكل من يعمل في وزارة الصحة لخدمة المواطن والمقيم، عساكم على القوة ويعطيكم العافية دائما. أنا يمكن عندي سؤال بسيط، يقولون دورياتكم يعني دورياتكم أو إسعافاتكم حدثتوها فيها منها بعض التحديثات البسيطة الآن، يعني من تنقل المريض بالأسعاف لين توصل المستشفى يراقبون عن طريق الشاشات أو عن طريق الكاميرا موجودة. اي نعم، هذا في جهاز التلمتري ونقل المعلومات ما بين سيارة الأسعاف إلى قسم الحوادث، ففي تواصل مباشر ما بين المسعفين ويا أطباء الحوادث عن طريق العلامات الحيوية وكذلك النبض والتنفس، وكذلك في نقل صورة حية للمريض نفسه بحيث يعني يقدر الدكتور والمسعف وهو داخل الأسعاف يتابع حالة المريض أول بأول، يتواصل مع المسعف بحيث أن المسعف شنو اللي قدم له إياه وكذلك العلامات الحيوية بالنسبة، فيقدر يوجه الطبيب المسعف في إعطاء بعض الأدوية، تقليل من بعض الأدوية إذا كان لازم الأمر. أكيد هذا سهل لكم المهمة بينكم وبين الدكتور اللي في الطوارئ. صحيح صحيح، بالعكس إحنا سهل جدا، يعني أمور كثيرة لها إن شاء الله، وإن شاء الله بعد لي قدام تصير الأمور أحسن وأحسن إن شاء الله بإذن الله. إحنا نقول الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة أستاذ منذر الجراح مدير إدارة الطوارئ الطبية، ومشكورين على هالمجهود الطيب وهذا لخدمة الوطن الغالي.